الموت هو موضوع هذا المعرض الفني الذي يحتضنه لو جران بالي في باريس للفنان الفرنسي كريستيان بولتانسكي. صوت هائل لدقات قلب ينبض وأكوام ضخمة من الملابس القديمة ورافعة بمخلب عملاق يقبض على كمية منها ويرفعها ثم يلقي بها من الأعلى. إنه بمثابة تشبيه مجازي ليد القدر. لماذا يختار هذا الشخص ولماذا ليس الشخص الآخر؟ هناك تلك الحركة الدائمة للمخلب، وهو مخلب صناعي يستمر برفع ورمي الملابس. في الواقع قد تدهسك سيارة في 5 دقائق، والقدر يختار الناس. الموت والذكرى موضوعان لطالما شغلا بولتانسكي، وهو ابن لطبيب عاش ويلات الحرب العالمية الثانية وأجبر على البقاء متخفيا فترة من الزمن، لكن في العقد الأخير بات هاجس بولتانسكي هو التقدم في العمر. في عمر معين نحن نجتاز حقلا مزروعا بالألغام، ينفجر بالأصدقاء ونحن ننفجر بعدهم. تحت قبة صالة العرض وفي هذا الطقس الشديد البرودة، زيارة هذا التجهيز الفني ليست مريحة على الإطلاق، فهي مواجهة مع رؤية هذا الفنان الصارخ للموت. الحياة هي في الخارج، في فعل الموت الحياة تكون خارجا. معرض بولتانسكي كمصيره الشخصي ليس دائما، إذ سيتم تفكيكه في الشهر القادم، والملابس سيتم توزيعها على الجمعيات الخيرية أو إعادة تدويرها.